السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران لنقف على مشروع تاع الحديقة، يعني تهيئة حديقة تمر القنطرة في وسط مدينة وهران، واللي تمت الأشغال كلها وتم يعني تدشين الحديقة هذه وافتتاحها في يعني بمناسبة احتفال بخمسة جوليا. إذا نعرفكم بهذه، نديروا جولة في هذه الحديقة بعد ما انتهت الأشغال بها. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.